أعلنت مديرية مرور البصرة أنها ستباشر بتسجيل المركبات تعرف باسم المعلاية، داعية إلى مراجعة مكتب التسجيل في بداية طريق المرور السريع. وقالت المديرية في بيان لها إنه بعد أن حصلت موافقة مجلس الوزراء على تمديد القرار 115 لسنة 2018 ولمدة 6 أشهر ابتداء من هذا الشهر، والخاص بتسجيل المركبات التي يطلق عليها المعلاية، وهي التي تكون موديلاتها أقل من الموديلات المسموح بها قانوناً، فإن مديرية مرور البصرة ستباشر بالعمل بهذا القرار ابتداء من يوم السبت المقبل.